repetir, ha hecho el tercero para لقب بالنجم والإمبراطور وصولاً إلى سعادة الوزير. جال وصال في ملاعب القارة وتألق بشكل كبير مع الفرق التي لعب لها. أوصل منتخب بلاده إلى كأس العالم وفاز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا وتم اختياره لاعب القرن في بلاده. من هو ضيف توقعاتي؟ فلنشاهد معاً. طارق ذياب إمبراطور الكرة التونسية الذي حفر اسم بلاده على الكرة الذهبية الإفريقية. قاد تونس مع زملائه إلى نهائيات كأس العالم في الأرجنتين وأولمبياد سيول. تألق بشكل كبير مع الترجي وأحرز معه 11 لقباً. توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي عام 1979 وتم اختياره أفضل لاعب تونسي في القرن. إمبراطور الكرة التونسية وأسطورة التحليل طارق دياب، أهلا بك إلى برنامج توقعاتي. أهلا بك، شكرا على الاستضافة. كابتن طارق، لنعود قليلا بالذاكرة المونديالية إلى الوراء. حققت مع زملائك أول فوز عربي وكذلك أفريقي في كأس العالم بعد هزيمة المكسيك بثلاثة أهداف لهدف واحد. أخبرنا عن تلك المباراة وما كانت تعني لكم. بطبيعة الحال منتخب عربي وأفريقي يفوز في أول مباراة في كأس العالم، طبيعي إنجاز كبير للكرة التونسية والكرة العربية والأفريقية. اولا التصفيات كانت صعبه، وانا ذاك منتخب واحد يترشح كاس العالم، اليوم خمسه منتخبات وتونس ساهم، لان بعد 78 الفيفا اضافت معناتها مركز اخر لافريقيا، اصبح منتخبين معناتها يترشحوا، هذا انجاز كبير للكره التونسيه والكره العربيه والافريقيه. مباراه المكسيك كانت مباراه هامه جدا بالنسبه لنا احنا، بالنسبه للاعبين ككل، لان يعني بقات في التاريخ، بقات حتى في التاريخ العربي، لان يعني ممكن بعد تونس الجزائر فازت، المغرب فازت في المباريات الاولى، وفي حتى المغرب ترشحت الى الدور الثاني، ولهذا انجاز كبير للكره التونسيه وخصوصا الكره العربيه والافريقيه، اعطى ثقه كبيره للمنتخبات العربيه والافريقيه. دائما مع هذه المباريات وكواليس هذه المواجهة يقال أن المدرب عبد المجيد الشتالي لم يتكلم معكم بين شوطي المباراة، بل اكتفى بوضع علم تونس في منتصف غرفة الملابس وغادر الغرفة. هل نجح ذلك في تحفيزكم وقلب النتيجة وقتها؟ صحيح، لأن الشوط الأول كان دون المستوى وكنا خايفين، واكبر عدو للاعب هو الخوف، لانه اثر على معنوياته واثر على حتى المردود نتاعو الفني. ولهذا وهام جدا ان المكسيك كان فايز علينا 1-0، لما دخلنا في الشوط الثاني مرتاحين معناتها منهزمين، لازم نلعب ونعطيه 100%. بصراحه في الشوط الثاني المنتخب التونسي لعب على امكانياته وقدم مستوى كبير وسجل 3 اهداف، وطبيعي ان شتالي معناتها مدرب كبير بين الشوطين ما قال لنا ولا شيء، خلانا مرتاحين. اهم شيء هو وضع علم تونس. لما خرجنا في الشوط الثاني لعبنا على مستوى وفزنا وسجلنا 3 اهداف. قبل ايام معدوده على انطلاق العرس الكروي، هل طارق دياب متفائل بالمنتخب التونسي وبمشاركه هذا المنتخب في كاس العالم؟ والله بعد الفيفا دي والمباريات اللي شاهدناها خصوصا مباريات البرازيل التفاؤل هذا ينقص، لان في كاس العالم يا اما عندك يا اما ما عندكش، لازم عندك امكانيات كبيره، لازم عندك لاعبين فنيين مميزين، لازم عندك دفاع قوي، واهم شيء عندك حارس مرمى ممتاز، لان مشاكل الكره التونسيه والمنتخب التونسي ان ما عندناش حارس مرمى حاليا كبير، ولما تدخل المونديال اذا ما عندكش حارس مرمى صعب انك تفوز بالمونديال، فما بالك فرق منتخبات صغيره،
ولهذا دور حارس مرمى في المونديال هام جدا. واليوم تونس تفتقر إلى حارس مرمى كبير. أنا متخوف على المنتخب التونسي، لكن أمنياتي وتمنياتي أن المنتخبات العربية تقدم مستوى جيد وليش لا ترشح. لكن بين الواقع والحقيقة والأمنيات فرق كبير. توقعات طارق دياب اليوم ستكون مبنية على التحليل الفني ومنطق كرة القدم أم على العاطفة؟ وأتكلم هنا عندما نصل إلى مجموعة المنتخب التونسي وكذلك المنتخبات العربية. لا، أنا تمنياتي أن المنتخبات العربية تقدم مستوى جيد ترشح لي لا، لكن أنا ما نشتغلش بالعاطفة. المنطق الكروي. الواقع أعتقد أن المنتخبات العربية بتلقى صعوبات كبيرة في المونديال هذا. 32 منتخبا وزعوا على 8 مجموعات. سريعا برأيك الشخصي أي مجموعة هي الأصعب في هذا المونديال؟ والله المجموعات الكل صعبة على المنتخبات العربية والأفريقية. منتخبات الكل بتلقى صعوبات كبيرة. لكن مباراة مجموعة تونس صعبة، مجموعة السعودية صعبة، مجموعة قطر. لهذا أعتقد أن المونديال هذا مونديال مفتوح على التكوينات كلها. لأن 5 منتخبات عندها إمكانية الفوز بالبطولة هذه، ولهذا أعتقد أن التكهن صعب. وممكن البطل معناتها نشاهدوا بطل جديد اللي ما كناش متوقعينه، وهذه هي قوة كرة القدم. أنا صحيح برازيل أرجنتين، لكن ممكن فريق آخر منتخب آخر يقدم مستوى جيد ويقدم معناتها بطولة كبيرة ويفوز بالكأس العالم. نبدأ بالمجموعة الأولى كابتن طارق. البلد المستضيف قطر يواجه إكوادور، بطل إفريقيا السنغال، وهولندا العائدة مجددا إلى الساحة المونديالية بعد خيبة روسيا. من تقصي ومن تؤهل؟ هو المقلق أن 3 مدارس مختلفة وباش تصعب على المنتخب القطري. وبالنسبة لي أنا بصراحة تحضيرات المنتخب القطري حسب رأيي ما كانش في المستوى. أنا تمنيت أنه المنتخب يلعب مباريات خصوصا يتنافس، لان لاعبين يتنافسوا في الدوري القطري، لكن ان شاء الله اتمنى له انه النجاح والتوفيق. بالنسبه لي انا السنغال وهولندا اقرب، السنغال وهولندا اقوى، السنغال بطل افريقيا وهولندا من افضل المنتخبات الاوروبيه، ولهذا حسب رايي هولندا والسنغال هم اللي يشمروا الدوري المقبل. قطر اتمنى انه المباراه الاولى يقدم مستوى جيد، يقدم بطوله جيده وليش لا، كل شيء ممكن. لكن من يخطف الصداره بين السنغال وهولندا؟ حسب رايي هولندا السنغال. هولندا في الصداره والسنغال في الوصافه. منتخب انجلترا يواجه ايران، كارلوس كيروش، امريكا وويلز. من سيواصل ومن سيغادر؟ المستوى متقارب جدا. بالنسبه لي انا انجلترا عندها امكانيات، عندها دوري قوي، عندها لاعبين مميزين، عندها لاعبين رغم الانتقادات، عندها لاعبين شباب جيدين. ان شاء الله المدرب يكون في المستوى. اعتقد ان انجلترا المرتبه الاولى، وممكن امريكا، ممكن امريكا، ممكن امريكا في المرتبه الثانيه. الويلز عنده فريق منتخب جيد، عنده لاعبين جيدين، لكن حسب رايي ممكن امريكا في المرتبه الثانيه. انجلترا وامريكا يمروا. لماذا استبعدت ايران؟ إيران دائما غير إيران مع تقدم كيروش. مستوى جيد صحيح مع كيروش، دائما تقدم مستوى جيد، لكن ينقص إيران الإمكانيات الهجومية. صحيح عنده دفاع جيد، فريق يعرف يلعب المباريات الكبيرة، لكن ما يسجلش كثير من الأهداف. في المباراة هذه صعبة، مباراة المنتخبات صعبة، خصوصا المباراة تكون مع إنجلترا صعبة، مباراة أمريكا والويلز، لأن كما قلت لك مدارس مختلفة، إمكانيات تعتمد على إمكانيات البدنية. ولهذا أعتقد أن إنجلترا وأمريكا هما الأقرب للترشح. إنجلترا في المرتبة الأولى بطبيعة الحال. ميسي في آخر مونديال له مع الأرجنتين سيصطدم في مجموعته بالأخضر السعودي مكسيكو وبولندا ليفاندوفسكي. نتمنى أن المنتخب السعودي يقدم مستوى جيد. ما هوش محظوظ أنه يلعب المباراة الأولى مع الأرجنتين، والأرجنتين من المنتخبات القوية، 35 مباراة بدون هزيمة، وعنده لاعبين جيدين، مجموعة جيدة، ولاعب عنده دفاع، عنده حارس مرمى. أعتقد أن الأرجنتين عندها إمكانية بترشح في المرتبة الأولى. تبقى بين السعودية والمكسيك وبولندا. أعتقد أن بولندا في المرتبة الثانية. إذا أرجنتين في الصدارة، بولندا في الوصافة. حملت اللقب فرنسا تواجه أستراليا، الدنمارك، ومنتخب بلادك
المنتخب التونسي، من سيواصل ومن سيغادر؟ طبيعي في المجموعة الدنمارك وفرنسا. الدنمارك شاهدناها فريق كبير، إمكانيات كبيرة، فاز على فرنسا ذهابا وإيابا، وفرنسا يبقى المترشحين. صحيح عنده إصابات كثيرة وكلهم باش يرجعوا في المونديال. تونس خوفي على تونس كما قلت لك، أن في المراكز الهامة ما عندهاش لاعبين، ما عندهاش حارس مرمى حاليا، حلول فردية، ما عندهاش وسط ميدان قوي، وسط ميدان هجومي، وينقصنا راس حرب. إذا تدخل بالنقائص هذه صعب أنك تترشح ضد منتخبات كبيرة. نتمنى أن المنتخب التونسي ذاك، لكن الواقع تحتم علينا أن فرنسا والدنمارك هما اللي بيترشحوا. ممكن الدنمارك في المرتبة الأولى وفرنسا، ممكن الدنمارك في المرتبة الأولى وفرنسا المرتبة الثانية. دنمارك في الصدارة، فرنسا في الوصافة. هل استبعادك للمنتخب التونسي هي طريقة لعدم يعني وضع الكثير من الضغوط على المنتخب التونسي في هذا المونديال؟ صحيح هناك ضغوط، أم لست متفائل؟ وهل المباريات في فدي هي معيار لمونديال؟ البعض يقول أنها ليست معيار. صحيح هي ليست معيار، لكن تحس أن المنتخب التونسي مازال شهر على المونديال وموش حاضر. لما لعب ضد البرازيل شاهدنا نقائص عديدة، ولما بتلعب ضد استراليا بتلعب ضد الدنمارك وفرنسا تقريبا المستوى نتاعهم قريب للبرازيل، ولهذا ثم المنتخب التونسي المراكز الهامه مش موجود، معناتها ما ثماش لاعبين كبار. انا بالنسبه لي انا قلت لك في البدايه ان بدون حارس مرمى صعب انك تلعب الادوار الاولى، فما بالك منتخب يلعب الدور الاول ضد الدنمارك وفرنسا وحتى استراليا، حتى اصبحت خايف من استراليا، ولهذا تونس ينقصها حارس مرمى كبير. أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة للمنتخب التونسي، لكن هل المشكلة بالمدرب؟ البعض يعني ذهب يطالب بتغيير المدرب، ولكن المشكلة أن المدرب ليس لديه الحلول الفردية أو الخيارات الفنية. مش المدرب، المشكلة أن الفرق التونسية ما عندهاش حراس مرمى، ما اشتغلتش، ما خدمتش المنتخب، لأن اللاعبين هذوما جلهم من الدوري التونسي ويلعبوا في أوروبا. حاليا ما عندناش حارس مرمى كبير في تونس، واحنا كانت قوتنا في العشرين وثلاثين سنة أن عندنا حراس مرمى كبار. لما تدخل كأس أفريقيا ضد كأس عالم حارس كبير يعطي ثقة كبيرة للدفاع، لكن حاليا ماهوش ما نلومش على المدرب، اللوم على الفرق التونسية أن ما عندهاش حراس مرمى جيدين. المجموعة الخامسة بطلا العالم السابقين إسبانيا ألمانيا يواجهان كوستاريكا واليابان. إسبانيا فريق منتخب جيد، عنده لاعبين جيدين، شاهدناهم في تصفيات قدموا مستوى جيد في تصفيات أوروبا. أنريكي ممتاز أنه أعطى ثقة للاعبين الكل ومدرب ناجح. إسبانيا دائما صعب أن إسبانيا تخرج من دوري المجموعات. ألمانيا فريقها جيد، منتخب عندهم إمكانيات كبيرة، عندهم لاعبين جيدين. اليابان ممكن تكون معتها تراهن، عندها إمكانيات، لكن ينقص الأبانين الخبث في الكرة. هناك لاعبين جيدين، هناك مدرب، لكن هناك خبث كروي لازم يكون موجود، وهذا مش موجود في المنتخب الياباني. يلعب كرة منتخب الألماني يفرج، لكن في الآخر ينهزم. وأعتقد أن إسبانيا وألمانيا هم اللي بيشترشوا. إسبانيا في الصدارة. إسبانيا في الصدارة وألمانيا المرتبة الثانية. إسبانيا في الصدارة، ألمانيا في الوصافة. بلجيكا الثانية على العالم تواجه كندا، المغرب وكرواتيا. بلجيكا كثير من الناس يقولوا من المنتخبات المترشحة. بلجيكا بالنسبة لي أنا فريق منتخب حالياً عنده لاعب هو دي بروين، والبقيه المستوى نتاعهم تراجع. هازار ما عادش موجود، لوكاكو مصاب، ودفاعها ما عندهاش دفاع قوي، عندها حارس مرمى ممتاز هو كورتوا. بدايه نهايه هذا الجيل، كانت عنده فتره جيده في 2018 باش يقدم مستوى جيد ويفوز، لم يستغلها. اليوم بالنسبه لي انا بلجيكا ماهوش من المرشحين الكبار للفوز بالبطوله هذه، ولهذا صحيح بلجيكا باش يمر ممكن للدوري، لكن اعتقد ان كرواتيا باش تعب بلجيكا. المغرب عندها إمكانية باش تعب، لأن المغرب عندها حارس مرمى ممتاز، ياسين بونو أفضل حارس في إسبانيا، تفوق على كورتوا. رجوع الزياش، رجوع المزراوي، الفريق قدم في مستوى جيد، نتمنى أنه يكون مباشرة في المجموعة هذه ويترشح. لكن بالنسبة لي أنا
ممكن بلجيكا وكرواسيا عندهم حظوظ أكثر من المغرب. قبلة اللاعبين هذوما بلجيكا وكرواسيا أفضل، خصوصا كرواسيا يمر فترة جيدة. من في الصدارة؟ كرواسيا في الصدارة وبلجيكا في المرتبة الثانية. كرواتيا في الصدارة وبلجيكا في الوصافة. البرازيل أبرز المرشحين للفوز بهذا اللقب، تواجه صربيا، سويسرا، ومنتخب إفريقي وحيد هو المنتخب الكاميروني. من سيواصل ومن سيغادر؟ من الأصعب المجموعات صربيا وسويسرا، منتخبات قوية وعندها إمكانيات كبيرة وعندها لاعبين جيدين. سويسرا مقلق للمنتخبات الكبيرة، منتخب جيد، ولهذا عقلية البرازيل مشكلتهم أنه يدخلوا يستسهلوا المباريات، وهذه تلعب دور سيء للبرازيل في عديد المباريات الكبيرة. أنا بالنسبة اليوم بشيفوزوا بسهولة ويستعرضوا، لكن البرازيل عنده أفضل فريق حالياً وعنده أفضل لاعبين وصفوفه متكاملة. كومبليت هو المنتخب الكومبليت. عنده حراس مرمى من أفضل حراس مرمى في العالم، أليسون إيدرسا. عنده دفاع في كل مركز، عنده 2-3 لاعبين نص ميدان وجوه، لكن مشكلتهم أن في بعض الفترات يدخلوا وكأنهم فازوا مباراة، وهذه تلعب لهم أدوار سيئة. بالنسبة لي أنا برازيل. برازيل في الصدارة. صربيا منتخب جيد. في التصفيات كأس أوروبا قدم مستوى جيد وصدر مجموعته أمام البرتغال. ولهذا أنا البرازيل وصربيا. كامرون ما عندهاش حظوظ. كامرون ما عندهاش حظوظ كبير. البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في آخر مونديال له كذلك تواجه غانا، أورغواي وكوريا. من تؤهل ومن تقصي؟ البرتغال طبيعي. البرتغال في الصدارة. البرتغال في الصدارة. في الصدارة. وما بين غانا والأورغواي. الأورغواي عنده لاعبين جيدين، صحيح تقدموا في السن لكن عندهم خبرة كبيرة. ممكن البرتغال والأوروغواي. كوريا فيها منتخب جيد، كوريا مثل اليابان يلعبوا كرة لكن في النهاية ينهزم. أعتقد أن البرتغال والأوروغواي هم مشترشون. أوكي، البرتغال وأوروغواي في الوصافة. هذه هي المنتخبات التي تأهلت كابتن على مسؤوليتك إلى الدور الثاني. قبل أن نواصل، كنت أول وآخر لاعب تونسي يحرز جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، هل سنشاهد لاعب تونسي آخر في المستقبل القريب يفوز بهذه الجائزة؟ حاليا لا، لأن المنافسة كبيرة، لأن اليوم عندك تقريبا 20-30-40 لاعب ينشطوا في أوروبا ويلعبوا في مع فرق كبيرة. الأولوية دائما للاعبين هذوما، وهذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة، لأن اليوم أفريقيا لاعب يلعب في أفريقيا في البطولة المحلية ما عندوش إمكانية باش ينافس لاعب يلعب في أوروبا. وهذه مشكلة كبيرة، ما عندوش إمكانية باش ينافس صلاح وماني ومحرز ولاعبين كبار هذوما، ولهذا صعب حاليا، صعب. وحاليا البطولة التونسية ما انتجش لاعبين كبار. عندنا كان لاعب، عندنا حارس مرمى تقريبا من البطولة التونسية، 3 لاعبين من البطولة التونسية نشوف مع المنتخب، وهذا معناتها قليل بالنسبة للمنتخب التونسي. نواصل التوقعات. الكرة الشاملة بقيادة الخبير لويس فانغال تواجه منتخب أمريكا المتطور حاليا، من يتأهل ومن يغادر؟ لا طبيعي لويس فانغال هو يترشح، لأنه بيتقدم المباريات والمنتخب عنده لاعبين جيدين، عندهم لاعبين يلعبوا في أفضل فرق، متعودين بالمباريات الكبيرة، وأعتقد أن لويس فانغال فريقه هو بيترشح. المباراة الثانية كابتن، عادة عندما تتصدر فرنسا مجموعتها طريقها يكون سهل جدا للوصول إلى نصف النهائي، ولكن عندما تكون في الوصافة ستصطدم في الأرجنتين نهائي مبكر لمونديال قطر، يعني لمصلحتها فرنسا ما تحتل مركز الوصافة لأنه صحيح. حتكون بورطة بالمونديال. صحيح، أنا دائما في كرة القدم في المونديال صعب أنه منتخب يفوز بمونديالين ورا بعض. باك تو باك. صعب. في منتخبات فاز مونديال وخرج من الدوري المجموعة، لكن فرنسا هذا مخيف. فرنسا أول كانت. مخيف، فرنسا عنده إمكانية باش يفوز على المنتخبات الكل. لأنه عنده لاعبين جيدين. عنده لاعبين عنده خبرة كبيرة. ولكن في مشكلة الإيجو بالمنتخب الفرنسي. في مشكلة الإصابات. والإيجو. الإيجو شوي. والمشاكل. هناك مشاكل. اللي فجر شقيقه لبول بوجبا. بالنسبة لي أنا بول بوجبا ماهوش لاعب مؤثر. كبيرة في المنتخب، عندكم إمكانية تعويضه، لو جيت مع مبابي، لو جيت مع بنزيما ممكن، لكن تعويضه سهل، يعني عندك تشواميني، عندك كامافينغ، عندك لاعبين كبار،
ينشطوا فيه، ولهذا أعتقد أن ما بين الأرجنتين وفرنسا طبيعي تحب الأرجنتين تفوز. أرجنتين دون تردد، الأرجنتين تقصي فرنسا وتتأهل إلى الدور ربع النهائي. الآن المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي. منتخب مارتينيز في مواجهة لوتشو، نفس الفكر الكروي. منتخب إسبانيا، لأن بالنسبة نحن ما زلنا بلجيكا نعيش على ثلاثة أو أربعة مواسم الأخيرة. لا، بلجيكا بالنسبة لي أنا ما عادش عندها لاعبين كبار، ما عادش عندها لاعبين جدد صغار معناتها يلعبوا في المنتخب البلجيكي، معتمد على اللاعبين الكبار اللي عندهم خبرة مش حاضرين وجاهزين بدنيا. ولهذا بالنسبة لي أنا إسبانيا أفضل، إسبانيا عندها لاعبين شباب، عندها مدرب ذكي، على قد أن إسبانيا عندها إمكانية الفوز على بلجيكا. قمة نيمار وسواريز. نيمار دون تردد، البرازيل. برازيل ترش. إنجلترا والسنغال. والله مباراة صعبة. اللي بيش يلعب ضد السنغال لازم يكون في أحسن حالاته. مهما يكون اسمه. عندهم حارس كبير، أفضل حارس. عندهم حارس، عندهم دفاع، ويعجبني في المنتخب السنغالي. تيمورك. منتخب إفريقي أوروبي. أوروبي، أسلوبه أوروبي. أسلوبه أوروبي، ويعتمد على إمكانياته البدنية، وهذا مقلق لأي منتخب. يعني إنجلترا مش بالسهل أن تفوز على السنغال. لازم تكون في أحسن حالات. ولهذا مباراة ما هي سهلة، لكن إنجلترا، قول إنجلترا. إنجلترا إلى ربع النهائي. الآن الدنمارك وبولندا. دنمارك مخيف صراحة. دنمارك. كرواتيا ألمانيا. ما هي سهلة. كرواتيا حضرت فريق منتخب جديد، عندهم لاعبين جيدين. مع خبرة لاعبي روسيا. خبرة مودريتش، عنده لاعبين جيدين، عندهم لاعبين شباب. وألمانيا مازال ما تكونش فريق قوي. صحيح عندهم لاعبين جيدين، لكن ما عندهمش فريق منتخب قوي حاليا. وكل شيء ممكن. بالنسبة لي أنا كرواتيا ممكن الأقل. كرواتيا إلى الدور ربع النهائي، ألمانيا خارج المونديال. الآن البرتغال وصربيا. البرتغال مش سهلة الأمور بالنسبة للبرتغال، لعبوا ضد بعضهم صحيح في تصفية بطولة أوروبا، لكن بالنسبة لي أنا في بتقدم المباريات أعتقد أن خبرة البرتغال أقل. بقيادة كريستيانو. هل أنت متعاطف مع كريستيانو؟ طبيعي متعاطف مع كريستيانو. أنا تتمنى سيناريو ميسي رونالدو في النهائي؟ مر فترة صعبة. حتى مع مانشستر يونايتد. إن شاء الله قبل المونديال يلعب مباريات يكون حاضر وجاهز بدنيا، لكن وراء عنده عديد اللاعبين جيدين. صحيح. إذا البرتغال إلى الدور ربع النهائي. الآن الأرجنتين وهولندا. الأرجنتين وهولندا دائما ما التقوا هذين المنتخبين في كأس العالم. الأرجنتين أفضل، الأرجنتين عندها كما قلت لك لاعبين جيدين. ميسي سنة هذه ليس ميسي بتاع الموسم الماضي، قدم في مستوى جيد، عنده حارس مرمى، عنده دفاع. جماعيا فريق ما عادش يعتمد على ميسي وإمكانيات الفردية، فريق جماعي بامتياز، وأعتقد أن عنده إمكانية باش يتخطى المنتخب الهولندي بنجومه الحاليين. بنجومه ممكن يتخطى، أنا أعتقد الأرجنتين تفوز على هولندا. إذا الأرجنتين إلى مربع الكبار. الآن إسبانيا والبرازيل. مباراة ما هي سهلة. لازم البرازيل تكون في أحسن حالاتها. لازم البرازيل تكون حاضرة وجاهزة. لأن إذا تستسهل إسبانيا البرازيل ستنهزم في المباراة هذه. لأنه الشيء الممتاز أنه تقريب الاثنين يلعبوا تيكي تاك. الاثنين يعتمدوا على معناتها الاستحواذ على الكرة. لكن هناك أسبقية الإسبان في الاستحواذ على الكرة. والبرازيل ما يحبوش يجري وراء الكرة. البرازيل دائما تحب الكرة عندها. لأن من سيستحوذ على الكرة ويسيطر على وسط الميدان عنده إمكانية الفوز. لكن بالنسبة لي أنا البرازيل من الناحية الفردية عنده أفضل لاعبين من إسبانيا. مو البرازيل. البرازيل إلى النصف النهائي. الآن الإنجليز في مواجهة الاختبار الدنماركي. إنجلترا والدنمارك. مباراة صعبة. على الدنمارك اللي شاهدناه حاليا ممكن يعمل مفاجأة. وبالنسبة لي أنا الدنمارك ممكن يكون مفاجأة البطولة هذه. ممكن يمشي بعيد الدنمارك.
الإنجليز فريق جيد، فريق إمكانياته كبيرة، وإذا يلعب 4-5 مباريات ويدخل في أجواء معناتها كأس العالم ممكن إنجلترا تترشح. إذن الدنمارك. إنجلترا. 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 إنجلترا إلى النصف النهائي. أصدقاء الأمس هم أعداء اليوم. برازيل. كريستيانو رونالدو في مواجهة لوكا مودريتش. البرتغال وكرواتيا. البرتغال حسب رأيي الشخصي أن البرتغال عندها إمكانية باش تتخطى كرواتيا. كرواتيا فريق جيد، منتخب جيد، عنده إمكانيات. وصوله إلى الدور النصف النهائي إنجاز كبير بالنسبة، لكن البرتغال في المواسم الأخيرة تعود يلعب بالمباريات الكبيرة وتعود يلعب الألقاب، وفي حاجة ماسة إلى لقب كبير. ممكن البرتغال عنده إمكانية ترشح. إذن البرتغال إلى الدور النصف النهائي. مواجهتان أوروبيتان على هذا الطرف، ومواجهتان من أمريكا اللاتينية، كلاسيكو العالم بين الأرجنتين والبرازيل. قبل أن نواصل التوقعات كابتن طارق، من صاحب الفضل على طارق دياب؟ والله صاحب الفضل على طارق دياب هو طارق دياب، لأن كرة القدم مو سهل. كرة القدم هناك كرة قدم في الملعب، هناك كرة قدم خارج الملعب. وأنا إنسان منظم في حياتي خارج الملعب. طبيعة الحال سخرت كل معناتها مشوار الكرة إلى كرة القدم. إنسان محافظ على نفسي، تزوجت وأنا صغير عمري 24 سنة. ولهذا أعتقد أن اللاعب صحيح هناك لاعبين كبار، شوفوا رونالدو وميسي يعني قدوة للاعبين الكل، قالوا تلعب 15 16 سنة 37 سنة وما زالت العطاء نتاعك غزير، أنك محافظ على نفسك. في لاعبين كبار والمشوار نتاعهم ينتهي في 30 و29، ولهذا أعتقد أنا ضحيت بالنسبة لمسيرته الكروية. وبطبيعة الحال هناك مدربين كانوا من الفضل عليا، خصوصا في الترجي الرياضي التونسي، لكن أعتقد أنا حافظت على نفسي واعتنيت بنفسي سواء في الملعب أو خارج الملعب، وهذا معناتها النجاح نتاعي. أجمل مباراة في مسيرة طارق دياب؟ هو كثير مباريات، مباراة المكسيك، مباراة بولندا، مباراة ألمانيا، دور النهائي ضد الأفريقي فزنا عليه 2-0، ضد المغرب ذهابا وإياب في كأس العالم وألعاب أولمبية، عديد المباريات. لكن بالنسبة لي أفضل هدف للزاكي، سجلته للزاكي، صديقي الزاكي، بادو زاكي. بادو زاكي حارس المرمى المغربي. من هو أفضل لاعب تونسي حاليا؟ يوسف المساكني. طبيعي يوسف المساكني. يوسف لاعب جيد، لاعب عنده إمكانيات كبيرة. خسارة تمنيته أنه لعب في أوروبا. أوروبا. خسارة. يوسف كان عنده إمكانية باش يلعب في أوروبا، لأن اللي يلعبوا في أوروبا حاليا ليس بالأفضل من المساكني. ورغم هذا يلعبوا. لكن هذا هي مسيرة، اختار أنه معناتها يلعب في الدوري القطري. أتمنى له النجاح والتوفيق، وإن شاء الله في كأس العالم يقدم مستوى جيد. الآن الأرجنتين والبرازيل. الأرجنتين لازم توصل النهائي، معايا أنا الأرجنتين لازم توصل النهائي. صحيح. بالطول بالعرض بدها توصل للنهائي. لأن بالنسبة لي أنا ميسي المسيرة نتاعو ناقصها كأس عالم. بس هل يحتاج ميسي لكأس عالم ليثبت أنه الأفضل؟ ليثبت أنه الأفضل؟ لا، هو بالنسبة لي أنا الأفضل، هو بالنسبة لي أنا الأفضل. الاستمرارية نتاعو ما شاتهاش الاستمرارية نتاعو منذ بدايته حتى نهاية المشوار، واللعب هذا كل موسم يقدم مستوى جيد. لا مارادونا ولا حد، مارادونا لعب كبير وإمكانيات كبيرة، لكن ما لعبش 14-15 سنة مستوى ميسي. صحيح. ولهذا ميسي بالنسبة لي إن شاء الله يوصل الدور النهائي. لما يكونوا عندك لاعبين كبار في الهجوم، أهم شيء هو الأدوار الدفاعية للمنتخبين الاثنين. صحيح. من وقف ميسي؟ نيمار، فينيسيوس، دي ماريا، لوتارو. ولهذا كل في المنتخب عنده 4-5 لاعبين كبار. الدور هذا على المدافعين، اللي الفريق اللي يدافع افضل هو اللي هو راح يفوز بها المباراه. ولهذا اتمنى ان شاء الله الارجنتين. ارجنتين الى النهائي. الان الدنمارك والبرتغال. انجلترا والبرتغال. البرتغال افضل نهائي البرتغال و أرجنتين. افضل سيناريو أفضل للمشجعين للعالم انه كريستيانو في مواجهه ميسي وكريستيانو ال 15 حلم نهائي حلم ال 15 سنه هذم افضل لاعبين في العالم. إيه؟ ومعناتها
استمتعنا باللاعبين هذوم سواء في أهدافهم في بطولاتهم وفي كرات ذهبية، ولهذا أفضل نهائي البرتغال والأرجنتين. هو الكل بيتمنى هذا السيناريو إن شاء الله بالفعل، يعني أتمنى البرتغال الأرجنتين. طيب بكلمة كابتن طارق، أفضل لاعب في العالم عبر التاريخ برأيك الشخصي؟ عبر التاريخ، عبر التاريخ بالنسبة لي أنا ميسي. أنا قلت ميسي استمرارية متاعه، وميسي عنده ميزة خلاف على بولي ومارادونا. ميسي هداف وصانع ألعاب، وهذه مش موجودة في أي لاعب. زيدان لاعب كبير في كصانع ألعاب لكن ليس هداف. كريستيانو رونالدو هداف كبير لكن ليس صانع ألعاب. بولي هداف كبير وهو صانع ألعاب كبير. مارادونا صانع ألعاب يعني خرافي مارادونا، لكن ليس بالهداف الكبير، ما سجلش 40 و50. ميسي جمع بين التهديف والتحضير، وهذه ميزة كبيرة في بطولة كبيرة، في بطولة أوروبية، في يلعب في أوروبا، في برشلونة، يلعب ضد في فرق كبيرة. بالنسبة لي أنا عبر عصور ميسي. أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، في الوقت الراهن، بين مبابي وبنزيما، بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا هناك معناتها لاعب مبابي وهالاند مشروع لاعبين كبار، لكن مش يلعب شهر يولي افضل لاعب في العالم. احنا اليوم نقيم اللاعب على شهر وشهرين، لا، نقيم لاعب على معناتها مواسم. صحيح هناك مشروع لاعبين كبار مبابي وهالاند، لكن حاليا بالنسبه لي انا بنزيما افضل لاعب. الان لمن ستكون كلمه الحسم؟ لبرازيليو اوروبا ام الرقصة الأخيرة ستكون رقصة ميسي تانجو. ورقصة التانجو؟ لا، تانجو. تانجو ميسي. أعطونا الأرجنتين. إذن الأرجنتين بطلة لمونديال قطر 2022 بعد فوزها على البرتغال. فظيع التعاطف مع ميسي، يعني الكل ما في حدا ما بيتمنى يشوف ميسي حامل كأس العالم. صحيح، تعاطف كبير. فرصة الأخيرة، لأنه استمتعنا باللعب هذا في كرة، في عصر اللي الكرة صعبة، اللي القوة البدنية والخطط التكتيكية والمحاصرة، وميسي استمتعنا والانتقادات اللي واجهها ميسي، انتقادات أنك لست مارادونا. صحيح، مع المنتخب الأرجنتيني، لكن في برشلونة عمل كل شيء. استمتعنا بميسي، استمتعنا بكريستيانو رونالدو، لكن بالنسبة لي أنا ميسي يسحق أنه يخرج من باب الكبير فوز بكأس العالم. طارق دياب، إمبراطور الكرة التونسية وأسطورة التحليل، شكرا جزيلا لك لتلبيتك الدعوة في برنامج توقعاتي، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي وكذلك المنتخبات العربية في مونديال. شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله معناتها برنامج ناجح إن شاء الله. شكرا لك.